السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بيكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني. وأهلا وسهلا بيكم في ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة بتتكلم على لقاءين في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، وخد فيه خبرين كده حلوين على الماشي. بس قبل ما نتكلم على اي حاجه، عايزين المشتركين يتكلموا، فعل الجرس، نوصل الفيديو ل 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اللقاء الاول بالتعادل الايجابي 1-1 بين سموحه والبنك الاهلي. لقاء في كوره، لقاء زي ما قلت لكم الدوري السنه دي مشعل النار، نار يا حبيبي نار. اللي هنلمحه هنمرجحه، اللي هنلمحه هنمرجحه زي ما بنقول. وطبعا لقاء كان ممتع جدا 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 بين كابتن طارق العشري وكابتن خالد جلال، اتنين نجوم، اتنين لعيبه كوره كبار، اتنين مديرين فنيين على اعلى مستوى. فعلا كنا بنتفرج على كوره، ويطلع اللقاء ايجابي 1-1، واللقاءين مفتوحين، وفي كوره وفي متعه وفي اثاره. على القطه واللطه والبطه. اللقاء الثاني اللي انتهى منذ قليل بين طلائع الجيش والقوات المسلحه ورجاله الجيش، قدروا يخلصوا على الخدمات البتروليه بقياده الكابتن احمد كوشري. كابتن علاء عبد العال قدر يتغلب على الكابتن كوشري ويفوز عليه 2-1 في لقاء اليوم. خالد قمر، خالد قمر، خدني في قمرك خدني، ويفوز طلائع الجيش 2-1. طبعا بعد مباراه جميله ومثيره، لقاء حلو جدا 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 في وسط الامطار، في وسط الاجواء الشتويه، في وسط الاجواء المعمعيه، في وسط اللطه والبطه والقطه والحطه. يا سلام عليك يا دودي يا سبورت. الخبر بقى اللي فيه ضرب نار ومعركه كرويه، وبيقول لك انت عندك ممنوع من السفر، وممنوع من الخروج، وممنوع من الدخول، وممنوع مش عارف من ايه. انت حبيب النادي الاهلي يا عم يعقوب، بيقول لك انت ممنوع من الخروج، وانت حبيب الاهلي يا عم يعقوب. يعقوب السعدي يعمل معركه جوه الامارات لمنع مرتضى منصور من السفر. مش انت اللي تقول للمرشحان مرتضى منصور ما تسافرش ما تروحش. خلي بالك يا عم يا عم يا عم يعقوب يا سعد، انت خلي بالك، انت بتتكلم على واحد هيجي يقول لك الدنيا كلها كوم وانا في كوم تاني. هقول لك على حاجه، بكره تلاقي سيديهاتك عنده، بكره هتلاقي المعمعه كلها عنده. انا بقول لك بس علشان ما تتخضش فيما بعد. انت مش عشان انت اتصورت لي في النادي الاهلي وعملت لي اعلان انا مش عارف في قناه مين وصورت لي الدنيا، وانت بتقول المنظومه هناك في الامارات، لا يا عم مرتضى منصور ممكن ما يسافرش ومش عايز يسافر. لكن انا بقول لك اللي بيجي على سكه مرتضى ما بيرتاحش، هيتباحك خالص. وانا اللي بقول لك الكلام ده، انا بقول لك هتقول له ممنوع من السفر، هتقول له لا انت ما بتخرجش، هتقول له لا انت مش عارف ايه، الكلام ده كله يا عم يعقوب يا سعدي مش هياكل مع دادا، مش هياكل مع دادا الكلام ده خالص. دادا اسمه البعبع، خلي بالك ما يغركش. وتقول لي بقى اللي وراك واللي قدامك والوحيد الاطلنطي، لا مفيش الكلام ده مع نادي الزمالك، مفيش الكلام ده مع رئيس النادي، مفيش الكلام ده مع اي حد من جوه نادي الزمالك من جوه الملكي. انا بقول لك عشان انت في الصوره وعارف بس التوته والسبوته والحنتوته كلها ماشيه ازاي، وانت عارف قصدي يا عم يعقوب يا سعدي. خلي بالك لقاء الاتحاد اللي انتهى بالامس، بس احنا ما اتكلمناش على اللقطه دي. محمود علاء الراجل على حق، محمود علاء الراجل على حق، وانتوا عارفين في الحق ما بنخافش من المحيط الاطلنطي غير من ربنا سبحانه وتعالى. محمود علاء رايح لوليد عبد الرازق بيتكلم معاه بعد الفاول التكتيكي اللي في نص الملعب، الراجل بيكلمه بيقول له فاول يا كابتن مش فاول مش عارف ايه، راح من هنا لهنا لهنا حصل مشاده. رد عليه بقى، يرد عليه كابتن وليد عبد الرازق يقول له ايه بقى؟
اهدى شويه يا محمود يا علاء، انت ما بتلعبش في الزمالك. تلعبش في الزمالك؟ ده انا الكلمه تضايقني، الكلمه تعفرتني. لو انا من محمود علاء انا هعمل اكتر من كده. ليه بقى؟ لما تيجي تكلمه وتقول له من ووشوشه بيني وبينك وانت ما بتلعبش في نادي الزمالك، انت بتلعب في اتحاد اسكندري، يرد عليك الاستاذ محمد مصلح رئيس الاتحاد ويقول له فعلا الحكم الدولي يقول عبد الرازق القائد بتاع الماتشات او الحكم او نمبر 1 في اللقاء اللي هو لعب عبد الرازق المفروض يبقى الامور عنده هاديه. طلع يقول له محمود قال كده، يقول له انت اهدى شويه علشان انت ما بتلعبش في الزمالك. ايه المقارنه بين الاتحاد والزمالك؟ المقارنه واحده، المقارنه كيان، المقارنه الاثنين دويتو، المقارنه اللي ما فيش حاجه بين الاتحاد والزمالك. تهيج الدنيا كلها يا عم وليدي عبد الرازق علشان محمود علاء لعيب كره كبير، محمود محطوط تحت ضغط محتاج منه جمهور الزمالك يكون في ظهره في التدعيم، محمود علاء مستواه بيضيع، محمود علاء مستواه بيقل، محمود علاء هيبطل كوره قريب. لا، محمود علاء من اللعيبه كويسه جدا 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 اللي قدر يشيل نادي الزمالك في فتره من الفترات، من سنه من السنين، كان من حوالي 3 4 سنين كان محمود علاء نمبر 1، كان احسن مدافع في مصر في الكوره المصريه كلها، وكان واخد سنه من السنين، كان واخد سنتين ورا بعض احسن لاعب في مصر محمود علاء. يجي بقى انت تديله الكلمتين دول، ما هو ليه حق يستفز، ليه حق يطلع عن شعوره، وليه حق يخش في حاجات غريبه كده مش ممكن انت ذات نفسك يا وليد عبد الرازق ما تتوقعهاش. دي كانت حلقه اليوم على ملخص لقائين الدوري والخبرين بتوع يعقوب السعدي مع مرتضى منصور ووليد عبد الرازق مع محمود علاء. وطبعا يا رب كل حلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم عايزين اعمل اشتراك للقناه، فعل الجرس واتسال الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسن ظنكم. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وان شاء الله تنتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.